حفل إطلاق اسم جلالة الملك محمد السادس على أحد أهم شوارع مدينة العيون جمع ممثلي الساكنة وأعيان القبائل الصحراوية الذين عبروا عن سرورهم بهذه المبادرة التي تعزز من الأوراش والبنية التحتية التي تعرفها المدينة. وهذا بالنسبة لنا احنا اليوم نهار سعيد بذي المناسبة ديال زيارة ديال جلالة الملك كمنتخبين وكسكان ديال مدينة العيون باش ندشنوا اليوم مع حج محمد السادس في هذا النهار الفضيل مبارك اللي جلالة الملك محمد السادس هو في العيون. هذا يزيد مدينة العيون قيمة ويزيد السكان قيمة ويزيدنا فرح وارتباطنا بالعرش العلوي المجيد. هذا من أهم الشوارع مدينة العيون اللي تقريبا فيه 6 كيلومتر في الطول دياله، وكما تشاهدوا أنه أكبر شارع مزين وهي العيون كاملة مزينة، ولكن هذا شارع محمد السادس اللي في اسم جلالة الملك وهو أحسن الشوارع في مدينة العيون. ما حج محمد السادس الذي يخترق وسط مدينة العيون يعد من أهم شوارع المدينة التي أعيد تهيئتها وتجهيزها بمختلف البنيات التي تستجيب لحاجية الساكنة. هذا الشارع اللي تم تسميته بشارع محمد السادس هو مفخرة كبيرة لساكنة مدينة العيون، وهو يعتبر شارع نموذجي بالأقاليم الجنوبية حيث تتواجد به مجموعة من النافورات ومجموعة من المشاريع التنموية، وهذا حقيقة مكسب جد مهم عنده دلالته القوية بحيث على أنه يدخل في إطار الزيارة الميمونة اللي يقوم بها جلالة الملك لهذه الأقاليم العزيزة، واللي في الحقيقة تجسد بكل صدق الوحدة الترابية من طنجة إلى القويرة. مدينة العيون التي تعرف تحولا على مختلف المستويات والتي تعد التهيئة الحضرية واحدة منها، تتواصل بها أوراش تنفيذ برامج تسير حاجية الساكنة في عيش كريم، والتي تترجم من خلال تقريب وتوفير البنيات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.